نعم كوثر، المشهد في وسط قطاع غزة كما باقي مناطق القطاع تشهد توترا يزداد صعوبة ويزداد تأثيرا مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على وسط القطاع، ما بين غارات تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية وغارات أخرى تنفذها المدفعية الإسرائيلية. نبدأ بالغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية، حيث أن آخر هذه الغارات كان هناك استهدافا لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، نتج عن هذه الغارة 3 شهداء و7 إصابات، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد. وسبق هذا الأمر استهداف آخر من قبل المدفعية الإسرائيلية لمدرسة إيواء في مخيم النصيرات. هذا المركز، مركز الإيواء الذي قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه، نتج عنه شهيد وعدد آخر من الإصابات أيضا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. عدا عن ذلك نتحدث عن غارات لا تتوقف من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تطال منازل المواطنين في المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة بالتحديد على مخيمي البريج والمغازي، إضافة إلى أن بعض هذه القذائف المدفعية تصل إلى مخيم النصيرات المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة، كما حدث مع هذه المدرسة أو مركز الإيواء حيث كان يتواجد عدد كبير من النازحين في هذا المركز. نتحدث أيضا عن حالة الهلع التي يمكن أن تصيب من يسكن في هذا المركز، مركز الإيواء، جلهم من الأطفال والنساء. بالمقابل نتحدث عن اشتباكات لا زالت تشتد شيئا فشيئا مع استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتوغل البري في مناطق مختلفة أو في محورين بالتحديد. المحور الأول هو مخيم البريج والتقدم باتجاه مخيم المغازي، وهو المخيم المجاور لمخيم البريج. الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى شارع صلاح الدين أو الشارع الموازي بالضبط إلى شارع صلاح الدين أو ما يعرف بمنطقة شومر. حاول الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى مدخل مخيم المغازي، ومن ثم قام باعتلاء أحد المنازل، ويوجد الآن قناصة تتمركز على أسطح منازل المواطنين في تلك المنطقة، تقوم بإطلاق الرصاص باتجاه كل من يتحرك في تلك المنطقة. وأيضا في المحور الآخر هو محور المطاحن، وهي المنطقة الفاصلة بين وسط القطاع وجنوبه بالتحديد بين القرارة ودير البلح. حاولت الآليات المتواجدة منذ عدة أيام في تلك المنطقة، حاولت اليوم أن تتحرك وتتقدم باتجاه دير البلح، إلا أنها واجهت مقاومة من قبل المقاومة الفلسطينية، وحدثت هناك اشتباكات وسمعنا إلى صوتها بشكل واضح. بالمقابل نتحدث عن استمرار التحريق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع التي نستمع الآن إلى صوتها تحديدا بشكل الصوت كبير. الآن كل هذه الأمور وهذه الإجراءات، صوت طائرات الاستطلاع الزنانة الآن هو يعني صوت مزعج للغاية، نحن نستمع إليه معك بوضوح. هل هي تحلق على مسافة قريبة من الأرض منكم؟ يعني لأنه الصوت على ما يبدو هو كما أوضحت لنا في وقت سابق هو أعلى ومزعج للغاية أيضا. نعم، الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في إزعاج وإرهاق المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، إن لم يكن بقصف يكون من خلال هذه الطائرات التي تشكل مصدرا للإزعاج على مدار الساعة. خلال 24 ساعة لا تتوقف هذه الأصوات في قطاع غزة، بل إنها في ساعات الليل بالتحديد تزداد في التحليق، فبالتالي يرتفع صوتها بشكل كبير كما نلاحظ في هذه اللحظات. الآن لا يمكن أن نرى العين المجردة في عتمة الليل أن نرى طائرات الاستطلاع هذه، ولكن في النهار يمكن رؤيتها بشكل واضح وجلي، سواء بالعين المجردة أو من خلال عدسة الكاميرا. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في هذا الإرهاب النفسي والتعذيب للمواطنين. يضاف إلى ذلك أن هذا التحليق كوثر كان من المفترض أن يكون لطائرة الاستطلاع ترصد ما هو متحرك داخل قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي زود هذه الكاميرات بعدد من الصواريخ التي تقوم بإطلاقها هذه الطائرات، طائرات الاستطلاع، باتجاه أهدافها المختلفة داخل قطاع غزة. ولعل آخر هذه الأهداف عندما قام الاحتلال الإسرائيلي من خلال طائرة الاستطلاع باستهداف عدد من المواطنين في شارع 20 مخيم النصيرات،
وقام باستهدافه مما أدى إلى استشهاد 6 من المواطنين وإصابة عدد آخر. هذا ما حدث ظهر هذا اليوم بالتحديد. هذه الغارات الإسرائيلية وهذا التحقيق المكثف للطائرات الاستطلاع الإسرائيلية هي تعمل على شقين. الشق الأول هو قتل المواطنين من خلال الصواريخ، والشق الثاني هو أيضا أن تعيشهم في أجواء نفسية صعبة على مدار اللحظة وعلى مدار الدقيقة، وهذا ما يزيد من معاناة المواطنين الذين إن هربوا من الموت فإنهم يجدون العذاب النفسي على مدار الساعة بفعل هذه الطائرات التي لا تقف عن تحريقها في سماء القطاع. شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس مراسلنا، كنت معنا من دير البلح.